السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا فيكم في سلسلة الأحلام. هاي يسميها أنا هاوس أوف ريبر، من بيت الأحلام. أنا أصير لابد لم شوي قلنا من باب تغيير. شو بسوي؟ بحط ورق جدران. أنا صبغة، أبغينا صبغة، أبغينا شو؟ سليت اللي فوق مش عاجبني بس ابى شيء افضل، يعني شيء حلو يكون. اليوم بسوي غرفة، بسوي الصالة. اليوم صالة مفتوحة، المطبخ مطبخ مش مسوي صدق، بس فرضا عودة اروح احط كرسيين زيادة ترى بعد. أولا مش صغير، أولا ممتاز الصراحة، في حق أربع أشخاص، حق بس خلي حق اثنين خلاص، ما يبغى حق. ورق الجدران وهالشغلة الخايسة. هول ليفت موز بوتن، ما اعرف ازاي خلاص. كم بيت سوينا نقاط انت بي. يبدني يا بوي، انا مسوينا حق هالاثنين توهم ارسل، بنشوف ايش تقومهم احسن سعر ولا مو. والله كنت افكر بعد اسوي بيت، نبدل المكتب وين مالي اسوي بيت مالي صراحة. اخذ لي بيت اسوي لست عندي، واخذ لي ذاك الصغير روح وصالة، عرفت اسوي مكتب. اوكي ها عسل، نبيع هذا وناخذ ليتات هيلينج. ناخذهم يكونن وان بعد والله مش اوكي. لا اوكي اوكي وين الصوت ورم بعد احلى من اللي. لا لا اوكي وايد اوكي، ما شغلتهم اوكي. طاقات على البيبان، البيبان يبنى على البيبان. والمفروض اني انا بالعكس اسوي صح. بس ما سويت بالعكس. البلاستر لا بلاستر هاي دور بيت ملعون صغير الصراحة. تعالوا هاي الصالة احسن من الكرة الاولى. لا خلاص الغرفة اللي على اليمين بتكون غرفة الياهل. زين الحين بين الوصف من الصبح ادور عليه ما اشوفه لان الجدار اصلا قفص. وين البلاستر؟ طيب ولا تعديل؟ لا تعديل وين؟ سوي ها
بس ريتايلنج فنلنج، انا وايد اسوي تايلنج بعدين بسوي هذا. ابا بديت بسوي ناس بالمرة لهالسبب مثل بلاسترنج بسويها. كنا بنستعمل اوراق الزران صح؟ من لهني صحيح. يفرق بعد يعني which is good يعني. وبناخذ شو بعد في عندي شيء نبغى له تعديل ورق جدرة والبلس قلنا لون فاتح اوتسايد رايت فاين عندك تستعمل لا هذا احسن شيء. صباح صباح صالح صالح انت تستاهل ودلع ما تستاهل ما تستاهل انت اني اورنج بلون اي هذه وايد في البلاستر هذا هلكني البلاستر في البيت الله يهلك تشوي البلاستر والله انا مو وقف بس يلا وين اسبوع اول مرة وين الحين شوف سريع اللي ما شاف الحلقة الأولى ما يعرف كيف سريع هذا يا ما يروح يشتري ورق الترام ولا شيء بس جيتار فاضي
مسخر. القاهرة شو اسوي؟ الدرام كامل على كم اللي اخذته؟ يبغى لي بلاستر من برا حق البيت. اوكي يا فنان وايد اوكي ثقيل ثقيل اكبر. خلنا نجهز الصاله. الصاله يبغى لها على طول سوفا. هاي صالة حلوة بعد. اوه شوفها يعني ايه حطيت، لكن اخر مرة بغيت احط ايدي هيك ما ضبط الوضع، لكن شكله لا بشكل يندر فيها شكلي. شو وايت ليذر ولا بلو ليذر بيس جري صراحة ولا طب عالي بس انه فيها شوية تخبيص. لا اوكي بلو ام وايت اوكي عادي صح ولا اوكي فيزيون بلاك ما يستوي المجلوب يتعلق لا يستوي بلاك بنحط ايد تحت يا هذا نحط لنا كان بيت ثاني وما يبغى اكثر احس، بس دائما يكون في شيء في الواحد يقول لا لا حب 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 يبغى له بعد دونكيز هادي يا عجيبة هي الصراحة فنانات عطري ستايل. اي ستايل هذا اذا يركب هذا يركب ايه هاي الجامعات اللي تركب عليها ستايل الجامعات الاولية فنان فنان افا تحتكم شوي كنت تخورونا ترسي مو بحط الى ستاير ستاير واحد واحد ستاير والله صدق شو يهبلون علي حطي فنان
يحسسنا انه ما اعرف بس هي يعني هي شيء فادي انا بالضبط مبني ما في شيء في بالي هذا ما حد يتوقع اصلا الجدار فاضي هاي ما تبين فيه لا مش حلو خلينا نرد المهم خلص وقتنا لحلقة اليوم وهي كانت الصالة ما بزيد عليها وايد نشوفكم إن شاء الله في حلقة والسلام عليكم.